المشهد بالنسبه لي كان شي حاجه لي طبيعيه عاديه، وضحكت مع المتابعين ديالي. فجاه الفيديو الناس كلهم شافوه، وكل واحد والراي ديالو، الاراء تختلف طبعا، وانا كنحترم الاراء ديال الناس كاملين. لهذا كنقول لكم انا بالنسبه لي داكشي راه عادي جدا، عادي جدا، وما كانش فيه شي حاجه اللي هي ديال العيب. بالنسبه لي راه طبيعي، انا راه الجروه ديالي كنقول لها بنتي كلشي عتجي عاد طاف غير طبيعيه وماشي عاديه، ورديها حمقاء وداكشي الحمق زويون في الحياه.